بديش فلول معبى عدا دخلت لاصال بديش كنتريني لعبت مع الدراري شكومبج ربحت شي دبلومات في شي بطولة كتعجبني الملاكمة حيت كاينين شي دراري واعرين في الملاكمة. أول لاصال ترينيت فيه هو ديال الطاس تمك فين تعلمت مع الدراري أول كومة درتها هو مع واحد دري هذيك الكومبا ربحت فيها واحد ديبلوم ما كنتش مخلوع وخويت عليه وضربته وطاح الكا. كيعجبني الملاكم طيزن حيت هو كيعرف يخوي كيعرف يبوجي كيعرف يضرب كيعرف يرجع كيعرف يزيد كيعرف يخوي كيعرف يضرب كيعرف يلعب مع شي واحد كومبا ويكون واعر. كيعجبني الربيعي حيت كيعرف يلعب شي كومبات كيعرف يربح شي دبلومات وبغى نولي بحالو غادي نولي انا نعرف نخوي نعرف نبوجي وغادي نمشي نلعب في العالم في البطولات. السلام عليكم، معكم الاب ديال الياس عشاق. الياس عشاق هذا واحد الملاكم صغير موهوب، بدا الملاكمه ديالو السن ديالو عامين وشي 4 شهور الحمد لله، دابا العمر ديالو 6 سنين، قدر في هاد 4 سنين يطور المهارات ديالو. حببت لي انا هاد الرياضه ملي كان في الصغر ديالو حيت شفت فيه الحركيه بزاف، كنت كندير لي برامج على ابطال عالميين، والحمد لله دابا غادي في المسار ديالو مزيان لدرجه ان مابقيناش كنتصوروا الياس بلا ملاكمه، ولا كيحبها لدرجه كبيره ما كتصورش. حنا كنتمناو الخير لهاد الدري ويرفع الرايه ديال البلاد عاليه، وبغيناه يكون شي بطل اولمبي ولا بطل عالمي، وكنتمناو من الوزاره الوصيه على الشباب والرياضه تشوف من هاد الموهبه باش ما يضيعش، لان الموهبه صراحه تستحق التشجيع وكل التشجيع، لان كنشوفوا فيه واحد البطل عالمي وبطل اولمبي، خاصها مبادرات من الوزاره الوصيه على الشباب يعني تعاون هاد الموهبه وتعاون مواهب اي موهبه باش ما يضيعوش. وكنطالبوا من الجامعه الملكيه للملاكمه انها تحتضن هذه المواهب الصغيره، لان هي القاعده ديال الملاكمه، لان باش توصل لواحد الابطال العالميين خاصك تدعم هذه المواهب الصغيره، الا دعمتيها واحتضنتيها وشجعتيها من هنا لقدام غادي يكونوا عندنا ابطال عالميين، حيت ما يمكنش نصنعوا بطل اولمبي ولا بطل عالمي بلا ما نبداو من القاعده، والقاعده هي هذه المواهب الصغار. اذا هذا نداء كنوجدوا للجامعه الملكيه المغربيه باش تحتضن هذه القاعده، تحتضنها وتشجعها الا بغينا نشوفوا بطل عالمي ولا بطل اولمبي. هادشي اللي كاين، وشكرا. بغيت نكون ملاكم عالمي ونهز رايه للمغرب.